شد الإزار على وسطك طول ما انت في حيضة. ده رسول الله بيريدك بيريدك بيريدك. يلا يلا بسرعة يا بيضة. شد الإزار على وسطك طول ما انت في حيضة. ده رسول الله بيريدك يلا بسرعة يا بيضة. رسولنا هي النكاح ان شاء الله يكون مساء وصباح. ما تقولش يا اخويا خروف نطاح، اهم حاجه انه يرتاح. مدام رسول يطلب وينه ينكح مزلول، ما تقولش يقول ويلي قميصك مبلول. ورسولنا هايل كده على طول. شد الإزار على وسطك طول ما انت في حيضة. ده رسول الله بيريدك يلا بسرعة يا بيضة. إن كان مباشرة الرسول دلوقتي تغيظك، أهون عليك بدال ما ينكح غيرك. شد على وسطك طول ما انت في حيضة. ده رسول الله بيريدك يلا بسرعة يا بيضة. إن كان مباشرة الرسول دلوقتي تغيظك، أهون عليك بدال ما ينكح غيرك. أصل جبريل جاب له كفين ومن ساعة قاعد في البيت. يا ريتو ما عرفوا يا ريت، ده كل شوية يغير زيت. انكح عايز ولا تيس، اصل رسولنا راجل ملبوس ومنه كح دايما نوس. وما يعرف الا حضن وبوس. على وسطك طول ما انت في حيضة. ده رسول الله بيريدك يلا بسرعة يا بيضة. إن كان مباشرة الرسول دلوقتي تغيظك، أهون عليك بدال ما ينكح غيرك. شد الإزار على وسطك طول ما انت في حيضة. ده رسول الله بيريدك يلا بسرعة يا بيضة. إن كان مباشرة الرسول دلوقتي تغيظك، أهون عليك بدال ما ينكح غيرك. شد الإزار على وسطك طول ما انت في حيضة. ده رسول الله بيريدك يلا بسرعة يا بيضة. إن كان مباشر